السلام عليكم زوينة ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير البنات. وانتم غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نشكركم كلكم، اي وحده اشتركت في لاشين ولا اي واحد، سواء كنتي كبير صغير، مرا قد ماما قد جداتي، كيف ما بغيتي تكون وكنتي من المتتبعين ومن الناس اللي مشتركين، فانا كنشكرك بزاف. وكنشكر اخر واحد بالخصوص اللي كمل لي 200,000 كا، كنقول لك شكرا بزاف بزاف، فرحتيني وكاملين نتوما راكم فرحتوني، كملتوا لي 200,000 كا، فكنتمنى اننا كاملين كبروا لاشين نوصلوها لنص مليون ان شاء الله. كيف ما وصلت ال 200 كا فاطمة زهراء راه غادا توصل لنص مليون وغادا توصل للمليون، انا عارفه هذا الشيء. غير كان ضروري خصني نشكركم، ضروري اعتراض راه اختي دميعاتي راهم في عويناتي. والله العظيم الا الفرحه كتخليني نبكي والله القاسم. فاش غادي نقول لكم البنات، كنشكركم من اعمق قلبي، من اعمق قلبي فريمون كنشكركم واحد الشكر اللي كبير بزاف بزاف بزاف، حيتاش كتشتركوا، حيتاش كتدعموني وبغيتوا توصلوني، فراكم خواتاتي قسما بالله، الا راكم عائلتي الثانيه، وانا فخوره بكم وانا فرحانه بالميساجات زوينين، وانا فرحانه مني كتجي شي وحده كتقول لي راه صدقات لي هذيك الوصفه. بزاف منكم واحد الكم هائل اللي تيجيو عندي الانستغرام وتيقولوا لي شكرا على ديك الوصفه، ولا شكرا فاطمه زهراء نفعتيني. واحد السيده تتقول لي ديما تلقى تتكتب لي راكي غيرتي لي حياتي بالوصفات، حيتاش ماشي كندعمكم، كان حفزكم انكم تنوضوا ديروا الوصفات وتهلاو في راسكم، فشكرا لكم. وواحد البوسه كبيره ليكم، عسي راه خرجتها من قلبي يا اختي. مهم فرحت بزاف حيتاش 200 كا ما ساهلاش، فرحت بزاف حيتاش لاشين وصلت لهذا العدد ديال الناس، فاكيد غادا تزيد توصل ان شاء الله المكتر ان شاء الله يا ربي، بالدعم ديالكم وبالوقفه ديالكم معايا بطبيعه الحال، لان اي واحد دار اشتراك فراه ساهم في انه يساعدني وي 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 ويساعد القناه انها تطلع، فكنشكركم جزيل الشكر. خير ما سنعرفش نعبر، عس سمحوا لي وقبلوا عليا، الله يسهل عليكم، قبلوا على اختكم فاطمه زهراء، راه لا في الوقت الفرح ولا في القرح راه كتلف لي الهضره وصافي الريزوات كيمشيو. المهم يقبلوا عليا وسمحوا لي بزاف بزاف. نتوما عارفين البنات ان دابا البرد كنتعرضوا لجفاف البشره، جفاف الشعر، يعني الجلد ضد الراس كتولي فيها القشره، الوجه كتولي فيه القشره، الفم كتولي فيه القشره، اليدين كتولي فيهم القشره، كيتمشقوا كتسمعوا بالمشق. فاليوم ان شاء الله قلت غادي نوض غادي نصاوب واحد البوماليف او مرطب، وفي نفس الوقت هو يعني كيحمر الفم ياك، وممكن ديريه حتى هنايا، وقلت علاش ما نبارطاجيهش معكم مادام انني غادي نصاوبه، فعلاش ما نبارطاجيهش مع البنات وحتى هما يصاوبوه، راه ساهل ماهل وتبقاو تستعملوه هكايا في هذا الوقت هذا ان شاء الله. فان شاء الله غادي نمشيو دابا نصاوبوه ونعاودو نرجعو باش نجربو ان شاء الله على فمي. انا كما كتشوفوني ما دايره والو، متعوده دائما انني نطلع لكم فيديوهات دايره العكر، اليوم ما دايراش العكر، اليوم نجرب قدامكم داكشي اللي غادي نصاوب. الغزاله ديالي بالنسبه يعني لهذا البوماليف اللي غادي نصاوب اليوم، هو بوماليف وما كتبش عليكم شي حاجه اللي واعره بزاف بزاف، غادي تبقاو تستعملوها في هذا الجو هذا اللي حنا دابا فيه، وفي نفس الوقت هو كيخلي داك اللون الغوز في الفم كيخليه زوين بزاف، وبالنسبه للون انت كتحكمي فيه يعني الدرجه ديالو. حنا غادي نصاوبوه دابا وغادي تشوفي اشنو كنقصد. اول حاجه عندي هنايا فازلين، فازلين كما كتشوفوا انا خديت ديال الورد خصيصا على قبل هاد الشيء هذا. غادي ناخذ واحد المعلقه لانه هو كديري منه غير شويه يعني ماشي بزاف، ناخذ معلقه البنات نديرها هنا في هاد الزليفه. شنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها زيت ارغان، الا ما عندكش زيت ارغان زيدي زيت الكوك يعني، اولا زيت اللوز اولا زيت البلديه اولا اي زيت، كنركز عليها البنات اي زيت كيف ما بغى يكون نوعه، واخا يكون غير ديال نوار الشمس ممكن تزيدي. غادي نزيد معلق
انا كنفضل زيت ارغان، كيصلح لهاد الجو صراحه والبرد ياك. من بعد البنات عندي هنايا العكر الفاسي الاصلي، هذا خديته من عند جودي بيوتي، غادي تلقاو لاباج انستغرام ديالهم في صندوق الوصف. ها هو ديجا استعملت منه، بقات هاد الكونتيتي هذه صغيره. المهم غادي نحلو، سمحوا لي يدي عرفتي عمرو بفازلين بلاد. ها هو البنات، ها هو العكر الفاسي اولا دم الغزال، غادي ناخذ منه شويه. اوبس عرفتي معها هذه صغيره ديما كتبغي طيح ليا، غير شويه. صراحه انا استعملته البنات راه زوين بزاف وكيعطي اللون. المهم لاباج ديالهم غادي تلقاوها في صندوق الوصف. من بعد البنات عندي هنايا هاد التانت، هذا البيني تانت، غادي ندير منه حتى هوايا، وهذا هو اللي غادي هذا هو اللي غادي يتحكم ليا في اللون ديال هاد البوما ليفغ هذا. يعني الا درت شويه غادي يعطيني اللون في الغوز، الا درت يعني بزاف غادي يعطيني اللون الاحمر. يعني انتي كتحكمي في اللون واش بغيتي غوز ولا احمر. انا غنزيد منو البنات، مع دابا البرد كيختار، غادي ندير منو غير شويه صافي. وغادي نميلونجي هادشي كامل، يعني هادو هما المكونات. انا متاكده البنات غادي يعجبكم هاد البوما ليفغ. المهم غادي نحاول انني نمزج هذيك الزويته مع فازلين مزيان مزيان حتى يندمجوا مزيان. شفتوا اللون؟ واعر البنات، هذا ديريه في صاكك وتفكريني، هذا خاص للفم فقط. ممكن ديري حتى الخديدات ديالك ماشي مشكل، لان اصلا هذاك البينيتانت كيدار الخديدات. هو البنات شفتوا، دابا غادي ندوز باش نجربو. تقدروا نتوما تزيدوا كثر، يعني اللون تزيدوا اللون كثر من هكا، مي انا كنفضل يعني غير داك الغوز يكون بارد. كيبان لكم ليموني، مي هو راه غوز غير دابا حيتاش ضارب فيه الضو ديال الشرجم. يلا حنا ديالي ها انا رجعت معاكم بعد ما صوبنا البوما ليفغ ديالنا. كما كتشوفوا ها هو، شفتوا يعني ها نتوما، هو غير فازلين يعني، ومكونات اللي طبيعيه، مكونات اللي زوينه بزاف، حتى الريحه ديالو زوينه، يعني ما كايناش شي ريحه اللي خايبه. ديجا كنشم غير ريحه الورد، لان اصلا فازلين بالورد. فنصحكم بها البنات، راه زوين بزاف بزاف وغادي ينفعكم. يعني انا دابا ملي غادي نسالي الفيديو راه غادي ناخذ هذا الشيء هذا وغادي نديرو في واحد الحكايه كعندي صغيور صافي ونحطو. بقى دائما نديرو هكايا منين نبغي نعس، منين نبغي نخرج. ما عمركم البنات ما عمركم تخليو لابو ديالكم ولا الفم ولا اليدين دابا في هذا الوقت هذه ناشف. دائما رطب يديك بشي كريم عندك، ديما يكون وجهك رطب، ديما فمك رطب، ديما رجيلاتك رطبين. ولو دابا غادي نوليو عاطينها التقاشر، فضروري ترطبوا رجيلاتكم وديروا التقاشر. ضروري اليديدات ديالك يكونوا رطيبين وماشي هكا مكوفنين ومكمشين وما عرفتش كيفاش، ما تيبغيوش يتسرحوا، ولا ديما يكونوا رطيبين والريحه ديالهم زوينه. كذلك الوجه خصو يكون رطيب، الجسم يكون رطب، شربوا الماء مزيان، الفم يكون مقشر ورطب. فالفم حنا ضروري خصو يكون مرطب وحمر وسير على الله. المهم البنات انا غادي ندير يعني شويه، انا ما بغيتش ندير ديك الحموره اللي راكم عارفين. غير انت ملي ديري بقاي تباصيه هكا يا فمك، لان فيه داك العكر الفاسي، وانتم العكر الفاسي عارفينو كيفاش داير. ملي كتبقاي تمزجيه مزيان عاد كيطلق. راه واحد الغوز اللي خفيف البنات، راه باين الفرق على قبيله ودابا، غوز اللي خفيف ورطيب طبيعي اختي رطيب.
قلت لكم ملي كنت كنصاوب الوصفه تحكموا في اللون، درجه اللون ديال هاد البوم ليفغ هذا، فانتي تحكمي في درجه اللون. بغيتي احمر بزاف ديريه، بغيتي غير غوز شي شويه ماشي مشكل. مهم البنات، انا كنحاول نهز من هذاك اللي فيه العكر الفاسي. شتو نقيطه العكر الفاسي؟ مرطب خطير 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 خطير. انا عجبني اللون بحال هكا البنات، نتوما تحكموا في درجه اللون بطبيعه الحال. غادي تقولوا لي في طنزره يعني ماشي باين بزاف ولا شي حاجه، لا البنات تحكموا في درجه اللون. انا ما بغيتش نديرو احمر بزاف بزاف، انا بغيت نعكر، غادي راه عندي العكر، مي انا بغيتو يكون ناتوريل، داك الغوز ديال الفوم اللي كيبقى يبان ناتوريل يعني طبيعي. كنتمنى يكون باين واضح ليكم. الاساس هو انه مرطب زوين بزاف بزاف. بالنسبه لهنايا الحنيكات ها هو دابا عاد كيبان، شفتو يعني صح الحنيكات ممكن ديري ليهم شويه، كيبان واحد الفرق بسيط، واحد الفرق شي حاجه اللي طبيعيه كتبان، يعني واحد الفرق اللي بسيط بزاف، راه ما عرفتش واش كيبان ولكن راه كاين فرق. ها نتوما ها هذا هو اللون، شفتوا اللون كاين واحد الفرق اللي بسيط. ديما في هذا الجو هادي حاولي انك تباني ناتوريل، حيت لابو كتكون زوينه بزاف عكس الايامات الاخرى. وشنو اخر؟ لابو كتكون زوينه صافي، بلا ماكياج بلا والو كتكون زوينه. المهم البنات كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وها نتوما قد ما كيبقى في الفوم قد ما كيزيد يبان اكثر، اللون كيتركز. يعني شي انا اليوم صوبت لك شي حاجه اللي كتبان طبيعيه 100%، يعني ما بغيتش ندير لك شي حاجه اوفر وشي حاجه اللي كتبان معيقه، بلا فهمتي، يعني شي حاجه اللي طبيعيه وكانك ما دايره والو في نفس الوقت راكي دايره، فهمتي. هذا هو ليسونسييل البنات، تهلاو في ريوسكم. غادي تلقاوني كنهضر انا سخفانه، وفعلا انا سخفانه، قضيت شحال من حاجه اليوم وعييت صراحه، وما كنبغيش نخليكم بلاش، والبنات كيطلبوا على الوصفات، فداك الشيء علاش يعني قلت غادي نوض نصاوب الناس انا هذا خاصني، وفي نفس الوقت نصوروا ليكم. المهم الغزالات ديالي تهلاو بزاف في ريوسكم، ودفاو مزيان. ها نتوما راني جبت الحوايج سخان، دفاو مزيان، وحيتاش هنا في الرباط كاينه الشتا، وتهلاو في ريوسكم، وكنبغيكم بزاف، وبسلام عليكم البنات.